المغرب وخط الغاز النيجيري. نهاية السنة اللي فاتت وبداية هذا العام اشتدت الأزمة بين المغرب والجزائر، وهذا الشيء خلى الجزائر تدير خطوات تصعيدية ضد المغرب، ومنها قطعت العلاقات الدبلوماسية ومنعت الملاحة الجوية على الطائرات المغربية في الأجواء الجزائرية، كما امتنعت على تجديد العقد اللي كان كيجمع سونتراك مع المكتب المغربي للهيدروكربورات. هذا الشيء نتج عليه توقيف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي اللي كان كيربط الجزائر بأوروبا مرورا بالمغرب، وهذا الشيء خلى الرباط تبحث على مصادر جديدة للطاقة، أي منين تجيب احتياجاتها من الغاز وغيره، باحثة عن مجموعة من الحلول قريبة الأمد ثم متوسطة وبعيدة الأمد اللي تخليها تستغني على غاز جارتها الشرقية. الحلول المستعجلة فلم تكن لتخرج عن استيراد الوقود الأحفوري كالفحم مثلا، أو تجيب الكهرباء مباشرة من أوروبا. وبالنسبة للحلول المتوسطة أو بعيدة الأمد فتوجد أولا في محاولة إيجاد موارد غازية داخل التراب المغربي، أو محاولة استيراد الغاز السائل اللي يمكن نقله عبر الباخرات من أي بلد في العالم مثل نيجيريا والولايات المتحدة وروسيا وقطر. لكن باش تنجح العملية كان خاصها تبني محطات تخزين لهذا الغاز المساء، وهذا ما يمكنش حاليا، إذ كان المسؤول المغاربة كيخططوا الجهيزة من بداية سنة 2028 قبل أن تلعب السياسة لعبتها وتبعثر أوراق الرباط، علما أن تكلفة التزود بالغاز المسال كتبقى طالعة بزاف مقارنة مع استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب. إذن شنو الحلول الممكنة؟ في 2016 كان مشى الملك لنيجيريا اللي كتبقى أبرز المناصرين لبوليزاريو، وكل شي كان كيسول علاش نيجيريا وهي كيفرقنا معها أكثر من اللي كيجمعنا هنا. اتفق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوخاري على المشروع اللي كبير بزاف باش يجيبوا الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي من نيجيريا مرورا بعدة دول حتى يوصل المغرب ومن المغرب لأوروبا. وزير الدولة النيجيري كيقول إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لمنشأة كانت تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ 2010، وعود صرح لوسائل الإعلام أنهم بغين يوصلوا خط الأنابيب هذا على طول طريق المغرب، وكيبين أنه في هذا الوقت الحالي ما زلنا على مستوى الدراسة، وبالطبع نحن على مستوى تأمين تمويل هذا المشروع والكثير من الناس يبدون اهتماما. هذا الشيء اللي قلنا غيخلي المغرب باش يستعمل الغاز النيجيري بديلا للغاز الجزائري اللي كان من أراضي وكيمشي إلى أوروبا، فضلا على تأمين احتياجاته من الوقود الذي صنفته أوروبا بأنه وقود انتقالي مستدام ضمن خطط تحول الطاقة. أشنو هو هذا خط الغاز النيجيري المغربي؟ هذا المشروع الطول دياله هو 5660 كيلومتر. بدأوا المغرب ونيجيريا مباحثة المشروع فاش مشى الملك محمد السادس زيارة لنيجيريا في 2016. تحددت تكلفته أي مشروع أنابيب الغاز مبلغ كتوصل قيمته ل 25 مليار دولار أمريكي وممكن توصل 30 مليار دولار. المشروع كيدوز من 13 دولة إفريقية واللي هي نيجيريا، بنين، توغو، وغانا، والكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيسا، وغامبيا، والسينيغال، وموريتانيا، والمغرب. وهذا الأنبوب الغرض منه نقل ما بين 30 و 40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا. البنك الإسلامي للتنمية خصص 15.5 مليون دولار باش دار دراسة تصميم الهندسي للواجهة الأمامية الأولية في منتصف عام 2021. هذا المشروع غيستفدوا منه 300 مليون ديال السكان من 13 دولة اللي سبق وذكرناها. واش روسيا بالصحة غتمول المشروع؟ وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية كشف أن روسيا عبرت على رغبتها واهتمامها بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، ويؤكد رغبة الحكومة بدء المشروع قبل 2023 اللي كانت إحدى الشركات الأسترالية أعلنت الأسبوع اللي فات أنها غتولى مهمة إدارة المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، موضحة أن الشركة الفرعية أنتكسيا في هولندا غتتكلف بتنسيق مرحلة التصميم والهندسة في الشهور اللي جاية. هذا اللي غيخلي الخدع الكبير تمشي بشكل سريع. الدراسات كيف ما شفنا واخده طريقها، لكن حتى لدابا مازال ما تم التوصل الى اتفاق بشان التمويل حسب المسؤولين النيجيريين. لكن خرج مسؤول نيجيري بتصريح كيقول فيه انه كان الروس معا في المكتب ديالو الاسبوع اللي فات، وهما اي الروس باغيين بشده الاستثمار في هذا المشروع، وراه كاينين بزاف الاشخاص الاخرين اللي باغيين حتى هما يستثمروا فيه. وزاد قال كاينين بزاف ديال الدول اللي مهتمة وبزاف المستثمرين اللي حتى هما مهتمين بالمشروع، ولكن بصح ما حددناش المستثمرين اللي بغينا نشتركوا معهم. هذا الشيء ساهم في خروج وانتشار قصص كتقول ان روسيا ستمول المشروع. هل يمكن ذلك خصوصا وحنا كنعرفوا روسيا حليفة للجزائر واللي هي بدورها تنافس المغرب على استفادتها من المشروع؟
هو مطروح عندها منذ 2002، وكذلك المشروع بغينا أو كرهنا راه منافس مباشر للغاز الروسي وغيجعل أوروبا تستغنى على روسيا فيما يخص أمنها الطاقي، خصوصا بعد العقوبات اللي تفرضت على روسيا من طرف الدول الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا، وخلى ألمانيا بدورها تلغي صفقة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي كان يربط ألمانيا بروسيا عبر المجر. وكذلك كتعرف روسيا أن هذا الخط الغرض منه سعي ورغبة القارة العجوز منذ سنوات لتنويع مصادرها من الطاقة بدلا من الاعتماد على روسيا، لدخلت الحرب مع أوروبا في الوقت الحالي بسبب شنها العملية العسكرية ضد أوكرانيا. وكان سبق الأوروبا تعاملت مع الأذربيجان كما طورت شراكتها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وهي كتطمح بعد ذلك إلى ضم الموردي الأفارقة إلى قائمة مزوديها بالغاز. ومن بعد هادشي اللي عرفنا واش ممكن لروسيا الدعم بحال هاد المشاريع،